وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على الأمانة في كل شيء. دخل صلى الله عليه وآله وسلم السوق وجعل ينظر، ثم مر برجل يبيع طعاما بين يديه آنية فيها قمح وشعير، فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطعام، ثم أخذ قبضة من الطعام من أعلى الإناء يقلبها كما نفعل نحن عندما تشتري العدسة أو الحبوب أو الرز، ربما قلبته بيدك. فلما أدخل يده ليأخذ القبضة فإذا في الإناء بلل، إذا الجزء الأعلى من أحسن الطعام من أحسن الحبوب، لكن الجزء الذي تحته مبلول بالماء فاسد. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الفاسد ورفعه، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هذا البلل؟ جرت العادة أن يكون البلل في الأعلى، إن سكب الماء من قربة أو أصابها من مطر، ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء، كان في مطر وغفلت عن تغطيتها فأصاب المطر هذا الطعام، أصابته السماء. هذا الرجل لما أصاب المطر طعامه لم يدع الطعام على حاله، ومن مر ليشتري قال: انتبه، ترى الأعلى أصابه مطر. هذا يكون صريحا؟ لا، وإنما أخذ إناء آخر وقلب الإناء الأول فيه، فصار هذا الرديء في الأسفل وفي الأعلى الطعام الحسن. قال: أصابته السماء يا رسول الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يعلم أن المطر والسماء لا يمكن تصيب من الأسفل، تصيب من الأعلى، فعلم أن الرجل قد قلبه، فقال له عليه الصلاة والسلام: هلا جعلته في الأعلى ليراه الناس؟ لماذا تغش؟ هلا جعلته في الأعلى ليراه الناس ليكونوا على بينة؟ من غشنا فليس منا. لا إيمان لمن لا أمانة له، من غشنا فليس منا. ولذلك أيها المسلمون، كل من كان يعمل في البيع والشراء ينبغي أن يتحرى هذه الأمانة. كم من الناس ربما يبيع لك شيئا ويزعم أنه من البلد الفلاني أو الصناعة الفلانية، وربما حلف على ذلك وهو والله كاذب، أو ربما خلطه بغيره. اذهب إلى بعض من يبيعون العسل مثلا، تجد أنه يخلط أنواعا ثم يقول لك: والله العظيم إن هذا من البلد الفلاني، وهو صادق، لكن الكيلو الكامل ليس فيه إلا جزء يسير من ذلك البلد، وخلطه بغيره من الرخيص. أو يبيع الزيت للناس كزيت الزيتون وغيره، ويخلط أنواعا ثم يحلف على أنك إذا ذقته كأنك ذقت من ذلك البلد. أو ربما باع المرء ملابس، أو ربما باع خضار أو ما شابه ذلك، ويجعل الرديء في الأسفل ويجعل الحسن في الأعلى. من غشنا فليس منا.